الكبار وياك انت تبدو يعني تبدو مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر لمباراة دينامو القنيطري ولوكوس قصر كبير هنا فوق أرضية قاعة الصادق الشاوي بمدينة قصر كبير. رئيس الدولة كانت تسديدة مباشرة وتصدي ناجح، كانت تسديدة مباشرة جميلة من سامي حمداني لكن تصدي ناجح وفي المكان المناسب الحارس ربيع حمداني. سامي حمداني كيبحث عن تسديده، كانت تسديدة قوية خطيرة من أيوب الوندوري لكن الحارس ربيع الزعري كيتصدى ليها في المكان المناسب. كانت كرة صعبة، كانت هشام الدقيق سبق لي التسديدة كانت جميلة، كانت محاولة خطيرة من خالد كرعي ورضا الخياري كيتصدى ليها في الوقت المناسب، خروج كان موفق من كيستمروا في حمل قميص المنتخب المغربي، كيكون اجتهاد دائم ومثابرة كبيرة. يعني رجع التطور عند مروان جمال وجميلة، الهدف الاول لصالح دينامو القنيطري عن طريق اللاعب ايوب الوندوري. كان تبادل تمريرات جميله، تمريره على المقاس من مروان جمال، ايوب الوندوري كيفتتح التسجيل في الدقيقه 14 من المقابله. دينامو القنيطري كيتقدم بهدف دون مقابل على حساب نادي لوكوس قصر كبير. الهدف سجله اللاعب ايوب الوندوري. عصعص يبحث على التسديد المباشر، يونس عصعص كيسددها وتصدي جميل. كانت تسديده قويه ومركزه من يونس عصعص لكن تصدي جميل من الحارس رضا الخياري. دائما ربيع الزعري كره عند ايوب بن خدا، كانت مباشره وجميله، كانت تسديده مباشره جميله من ايوب بن خدا لكن تدخل في الوقت المناسب من رضا الخياري. ايوب بن خدا اللاعب الواعد اتجاه سامي حمداني. ايوب درازا، ايوب درازا تسديده جميله، كانت تسديده جميله، كانت مراوغه جميله، تسديده قويه من ايوب درازا لكن الحارس رضا الخياري كيتصدى ليها، كان في المكان المناسب وايضا كيحاول يرجعها ما كانش موفق بسرعه عند بدر الزواكي. بدر الزواكي طويل عند سامي حمداني والهدف، الهدف الثاني في هذه المقابله من طرف نادي دينامو القنيطري. كانت ثنائيه جميله، بدر الزواكي تمريره على المقاس اتجاه اللاعب سامي الحمداني اللي ما كيفوتش الهديه. غيمر الزميل ديالو انس بقالي مشات عند ايوب الوندوري لكن تدخل موفق من لاعبي لوكوس قصر كبير من يونس عصعص. رجعت عند كوعي كيعطيها بشكل سريع عند ايوب الخدام، مشات عند يونس عصعص كتخرج التماس لصالح 17 بسرعه بسرعه عند ايوب الوندوري. ايوب الوندوري محاوله خطيره لكن تصدي جميل من ربيع الزعري، كانت محاوله خطيره في اللقطه الاخيره من طرف اللاعب ايوب الوندوري لكن خروج موفق وتصدي جميل من طرف الحارس لوكوس قصر كبير ربيع الزعري. عند علا المعروفي، علا المعروفي عند يونس عصعص وخروج موفق وفي الوقت المناسب من الحارس رضا الخياري حارس دينامو القنيطري. عند خالد كرعي يتمكن من قطع الكره بنجاح، مقطوعه من بدر الزواكي مباشره في العريضه، كانت خطيره من بدر الزواكي في اللقطه الاخيره لكن العريضه كتصطدم بها عند ايوب بن خدا ورجع موفق. كانت تسديده مباشره ومغافله من نهايه المقابله، ثلاث ثواني جوج ثواني ثانيه والحكم كيعلن على نهايه المقابله بفوز دينامو القنيطري بهدفين دون مقابل على حساب نادي لوكوس قصر كبير. كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفاشك سبور المدى القشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله.